بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أيها المشاهدون الكرام، أريد أن ألقي أمامكم دليل الجامعة العارفية وتعارفها الموجز بالفيديو. هذه الجامعة تقع في مدينة ألاهاباد، وهي مدينة عظيمة من مدن ولايات أتر براديش. تأثر جذورها في تاريخ الهند، وهي بعيدة من عاصمة الهند دهلي حوالي 600 كيلومتر، وعدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ومعدل المسلمين فيها 30%. وهناك موجود مطار محلي، وقريب منها مطاران دولي ومحلي، أحدهما في مدينة لكنو ومسافتها 200 كيلومتر من مدينة ألاهاباد، والأخرى في مدينة بنارس 150 كيلومتر من مدينة ألاهاباد. وفي هذه المدينة فنادق عديدة كبيرة، ولكن لا تترقى مستواها إلا إلى نجمتين أو 3 نجوم. وهي منطقة تاريخية لها صلة خاصة بتاريخ الهند، ولا سيما لها نادق الوثنية. وهذه المدينة لها قيمة عظيمة في عيونهم. هذه مدينة بالنسبة إلى المسلمين، وإنهم قد عمروا بها منذ زمان قديم، وأكثرهم فقراء ليست لهم شركة ولا مصنع خاص بهم، وإنهم يعملون في شركات الهندوس أو يسافرون إلى بلاد أخرى أو دول أخرى، خاصة إلى مملكة السعودية العربية. وإن نبحث وننظر إلى شؤون التعليم، فنجد الكتاب الدينية والأدبية والمعاهد العلمية في أيادي المسلمين، ولكنها تحتاج إلى تغيير وإصلاح كبير في نظامها التعليمي ومنهاجها العقيم، ومنها سوف يقضي عليها، ومنها ما اضطرب حبل نظامها الداخلي لعدم حماية الدولة ولترك الجمهور مساعدتها. هذه القرية اسمها سيد سراغا، وهي موقع الجامعة، وهي محطة صغرى، وهي بعيدة نحو 20 كيلومتر من محطة القطار الكبرى. وأشهر كيلومتر من المطار المحلي. هنا أسرة قديمة لها دور بارز في مجال الدعوة والإرشاد والعلوم والفنون، واشتهر من بينها الداعي الإسلامي الشيخ عارف صفي العثماني رحمه الله، المتوفى عام 1320 للهجرة. وفضيلة الشيخ ناصر السنة وقاطع البدعة الداعي الإسلامي السيد أبو سعيد إحسان الله أدامه الله. هذا الشيخ له خدمات جليلة هائلة في ميدان العلم والأدب والدعوة والإصلاح. قد أسلم على يده مئات من الهندوس والسيخ، وتاب على يده آلاف من المسلمين التائهين في مجاهل الذنوب والأثام، من بينهم العلماء والمتخصصون في العلوم الإسلامية والعربية وغيرها. وتحت رعايته أسست الجامعة العارفية وأكاديمية الشاه صفي ومكتبة الشاه إحسان الله ومركز الدعوة والإصلاح.
نحن نحاول في لمحات القادمة أن نشاهد ونتمتع بالجامعة العارفية ومحتواها ونتحدث عن نظامه التعليمي وأهدافه المنشودة عن مشروعاته البارزة إن شاء الله تعالى. أمامنا باب رئيسي للجامعة ومبانيها. إن الجامعة العارفية أسسها فضيلة الشيخ السيد أبو سعيد إحسان الله أدامه الله عام 1993 للميلاد لنشر العلوم الإسلامية والدعوة وإيقاظ الوعي الإسلامي بين أبناء الهند وتربية وإعداد جيل جديد ناشئ يتحلى بالمبادئ والعلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية تدرس فيها العلوم الطبيعية والرياضية واللغة الإنجليزية والهندية بجانب العلوم الإسلامية إنها تحتوي زهاء 30 معلماً وموظفاً وعاملاً كما أنها تشتمل على معاهد وكليات كلية الحديث كلية الدراسات الإسلامية والعربية كلية الآداب والعلوم على مواد شتى تحت رعاية جامعة مولانا آزاد بحيدرآباد دبلوم في اللغة العربية والأردية تحت رعاية المجلس القومي لترويج اللغة الأردية بنيو دلهي المعهد الأدبي الإسلامي معهد التحفيز للقرآن الكريم ومعهد التجويد للقرآن الكريم ومعهد الكمبيوتر والمدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية ويدرس في معاهد والكليات حوالي 100,000 طالب والجدير بالذكر أن الجامعة العارفية توفر مجاناً حوالي 450 طالباً ما يحتاجون إليه من السكن والأطعمة والأشربة والمساعدات الطبية هؤلاء الطلاب ينشدون قبل بداية الدرس صباحاً نشيداً صفوياً فرضها شيخنا أبو سعيد الآن نحن نشارك ونشاهد بعض الفصول والأساتذة يحاضرون الطلاب على مواد شتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزل لما قالوا اصرف لنا ربك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أي المستحق للعبادة منكم ويخبر سبحانه وتعالى عن تفرده بالإلهية ماذا؟ أنه لا شريك له ولا نديد له ولا مثيل له في ذاته ولا في صفاته سبب للسنة نحن واقفون مثلا الوضوء يرتدي من غسل اليدين من المضمضة والاستنشاء وبعد ذلك نتوجه هؤلاء الأعضاء الرابعة
forest with our parents. Her parents were very poor, so they live in a small hut. They loved their daughters very much. Lucy was a pretty little girl. Lucy was a pretty, khoobsurat, little, choti ladki. Which means, Lucy ek choti, khoobsurat ladki thi. هذا مطعم للجامعة يأكل الأساتذة والموظفون والعمال والطلاب معا على المائدة. الطلاب يلعبون في ساحة الجامعة لعبا مختلفة ككرة القدم وكركت وغيرها. هذا حرم الجامعة. هذه الأراضي اشترتها الجامعة للكليات والمستشفى. مركز الدعوة والإرشاد. هذا المركز يقوم بالدعوة والإرشاد والتزكية والتربية وتبليغ الإسلام فيما بين الهندوس والبوذا والسيخ. يترأسه الداعي الإسلامي الشيخ أبو سعيد إحسان الله المحمدي حفظه الله. وقد أسلم تحت إشراف هذا المركز مئات من الهندوس والسيخ وغيرهم. كان شيخنا يذهب إلى أقصى الأرجاء والأطراف في القرى الهندية لا يمكن أن يصل إليها في الماضي إلا ماشيا ليبلغ رسالة الإسلام بالأخلاق الطيبة والموعظة الحسنة. ولذلك قد أسلم على يده عدد غير يسير من المشركين ودخلوا في سلم كافة. إن شيخنا السيد أبا سعيد له يد طولة في هذا المضمار، فإن شخصية الفزة تمتاز باتباع القرآن والسنة وانتهاج المنهج النبوي، وتتسم حياته بالحب والوفاء والبذل والإيثار وخدمة عامة الخلق والحرص على نشر العقائد الإسلامية الصحيحة في من لم تبلغ إليهم رسالة الإسلام ورسالة الأمن والسلام. هكذا استمرت دعوته منذ 30 سنة بدون تعب وملل. بارك الله في عمره وأفاد علينا وعلى عامة المسلمين من جوده، وتقبل الله تعالى منه جهوده المشكورة وجزاه خير ما يجزي به عباده الصالحين والعاملين المخلصين. أكاديمية شاه صفيه، وهي أكاديمية للتبعة والنشر والتوزيع. هذه أكاديمية لتبعة كتب التراث الإسلامية والعربية التي يحتاج إليها الناس في شبه القارة الهندية، وخاصة كتب الحديث بعد تخريجها وتحقيقها والتعليق عليها بأسلوب رشيق على ورق عنيق، وترجمة بعض الكتب الفارسية والعربية إلى الوردية على حسب الظروف العصرية. وقد قامت بإصدار مجلة علمية سنوية مرسومة على إحسان باللغة الوردية، وذلك بأسلوب علم دعب رشيق. وبالإضافة إلى ذلك قد طبعت أشراط من الكتب حتى الآن. يوجد في رحاب الجامعة مسجد صغير تصلى صلاة العصر.
ولكنه لا يكفي للطلاب والموظفين والعاملين. وعزم على أن يشيد الجامع الكبير على مساحة 8000 قدم مربع، ومصاريفه 1.5 مليون دولار أمريكي. سيكون له دوران، الآن اكتمل الدور الأول وواصل العمل، لكن الظروف المالية تمنع عن العمل أحيانا. مكتبة الشاه السيد إحسان الله. كان عند شيخنا الكريم آلاف كتب على مواد، خاصة التوحيد والحديث وعلومه والتفسير وعلومه والفقه وأصوله والدعوة والتاريخ والسير والأدب. وأسست المكتبة وسميت باسمه مكتبة الشاه السيد إحسان الله في قاعة كبرى. الآن توجد فيها كتب كثيرة تزداد يوما فيوما، ولكنها تحتاج إلى مبنى خاص، والجامعة لا تستطيع أن تقوم بعباع نفقته. هذه الشركة شاهي للأدوية، وهي تابعة للجامعة، وهي تنتج حوالي 30 دواء عشبيا والصابون وزيوتا مختلفة وبخور هندي، ونفعها يستخدم في مصارف الجامعة والعمال لهذه الشركة من الذين اعتنقوا الإسلام وتركوا ديارهم لوجه الله. هذا مطب صغير تحت الجامعة لعلاج الطلاب والموظفين وعامة الناس ليست عندهم نقود. وكل يوم يأتي الأطباء المتخصصون وهم يعالجون بدون الرسوم. الجامعة تهدف إلى اشتراء إيقار لدار الإقامة للطلاب والأساتذة، وأيضا تحتاج إلى كليات أخرى، مثلا كلية الطب وكلية الهندسة وكلية اللغة والترجمة للطلاب المسلمين لم توجد في منطقة المجاورة. لأجلها تحتاج إلى 5 ملايين دولار أمريكي. الآن أختم هذا البرنامج على أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى بخدمة الإسلام والمسلمين ونشر أقاعد التوحيد إلى كافة المسلمين. مع السلام إن شاء الله، إلى اللقاء. Thank you.